هنا من أرض المستقبل من منطقة نيوم، نقوم اليوم في جولة خاصة لبرنامج يا هلا في الجزء السعودي من المنطقة. منذ إعلان ولي العهد السعودي عن إقامة منطقة نيوم على 3 دول كانت للسعودية الحصة الكبرى فيها، وحتى اليوم لا يعرف السعوديون الكثير عن هذه المنطقة الثرية والتي تنقسم لعدة مناطق. تمتاز المنطقة بمكانها المحوري والذي يجمع تراث الدول الثلاث على صعيد واحد، بالإضافة للشواطئ الممتدة على خليج العقبة. منطقة نيوم تقع في شمال المملكة. هالمكان يقع في نقطة التقاء 3 قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا. وهالمكان مميز في اختيار الدولة لهالموقع لتطويره، لأنه لا زالت يعني أكثر من 90% من هالموقع مناطق بكر، من شواطئ ومن صحاري ومن جبال يتم استغلالها. بإذن الله مع هذا المشروع يتم تطويره ويتم الاستفادة منه سياحيا وتاريخيا وثقافيا. هذه ضفاف المستقبل، مبسوطة أمام السعوديين لأخذ زمام المبادرة وكتابة عهد جديد نحو الرؤية. لبرنامج يا هلا، عبد الواحد الحميد، نيوم.